صاحب راحت الفرقه، سافرت الفرقه، وجا صاحب الاوتيل قال لي بتضلك عندي هون بالاوتيل؟ هيك العالم هيك مش مسمع صوتي، عم اوتيل عم اشتغل يعني طبعا. قال لي بتضلك عندي؟ قلت له بضل. قديش بدك تعطيني؟ قال لي بعطيك كل يوم دينار. يا سلام. 30 دينار بالشهر. هي امتى؟ بال 65 66 يعني، عرفتي كيف؟ يعني كانوا 30 دينار محرزه بوقتها. والله محرز كان. قلت له بشتغل انا بس بدي ضل اشتغل يعني مش طبعا اكيد. المهم بعدين جابني على عمان لهون، ثاني يوم بالضبط حطني بالسياره معاه واخذني على الاذاعه الاردنيه. مباشره. طبعا صار له استقبال على باب الاذاعه، حرس ملكي وكذا وكذا، استقبال رسمي يعني. وانا قاعد جنبه والله وكيلي بطلع هيك شو اللي عم بيصير، شو هالفيلم اللي عم بيصير، فيلم بالسينماسكوب والله العظيم. يعني سبحان الله ربنا يعني اراد لنا الخير يعني.